I think good opportunity for a good football. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول شيء يقول يعني كانت فرصة إنه الفريقين يلعبوا كرة حلوة اليوم. In both teams technically good players. فنيا الفريقين يعني فيهم عناصر كويسة. And all the games was full with passes, with dribbling, with. مباراة كاملة كانت شهدت يعني كثير من الباسات مراوغات. First time I think we keep good rhythm. الشوط الأول يعني كان محافظ على الريتم فريقنا. Tactically, Etihad keep on space. They don't give. كانوا أكثر انضباط يعني في منطقتهم فريق الاتحاد. They don't give to us free space for. ما عطاوش يعني مساحات. For counter attack. علشان النجران يلعب مرتدة. That's why maybe we didn't make bad action. هذا ليش يعني ما جاتناش فرص. كثير الشوط الاول game I think finish for 3 minutes 2 3 minutes يعني المباراه لو شفتوا خلصت في دقيقتين ولا ثلاث 43 minutes first half دقيقه 43 الشوط الاول first minutes second half دقيقه الاولى من الشوط الثاني inside first and half second half was I think possession of the ball or the goal chance I think same on both sides. يعني وخلال الشوط الأول وخلال الشوط الثاني ما عدا الأجوال بالطبع كانت نفس عدد الفرص كان متقارب للفريقين. We have two very good chances. جاتنا فرصتين ممتازتين. 20 minutes end of the game before end of the game. 20 دقيقة على نهاية المباراة. متعب كان انفرد. One with goalkeeper. كان انفرد بالحارس. If he score maybe we'll لو سجل little bit goal خلال الهجمه ذيك ممكن كانت المباراه تتغير but we couldn't score and لكن ما قدرنا نسجل and then slowly Etihad keep the ideas on goal زي ما قالكم كان الاتحاد يعني مأمن المناطق الخلفيه with this result of 2-0 was good for them to go in counter attack. يعني وبالتالي 2-0 صاروا يلعبوا على المرتدات الاتحاد. Normally this is not game for Najran. Najran is good when he go in counter attack. يعني عارفين نقطة القوة نتاع نجران الميزة اللي فيه انه كويس في المرتدات. Najran is not good when opponent team stay in the يعني العكس لما يكون الخصم and we go with دفاعه متأخر we go with 6-7 players attack. يصيروا يعني 6 ولا 7 لعيبة من فريقنا يهاجموا. Any team they can make to you counter attack. وفي الحالة هذه لما 6 ولا 7 من فريقك يهاجم but الخصم سيصير يعني يلعب على المرتدات. Quickly for couple يعني minutes, زي ما قال لك في كم دقيقة يعني good position for Etihad. جاب الاتحاد جولين أعطته فرصة أنه يكون anyway, we were with half of the team today. في كل الحالات يعني في نقطة بيقولها المدرب أنه في تقريبا نص الفريق كان غايب اليوم. And this is one of the reason why we were not a little bit better. اللي ما كناش يعني مستوانا زي قبل. Especially defense line.